السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. على الشرف، سلام الوطن، سلام سلام. حرس الشرف تحرك بهم القطارات لليمين دور خطوة المعتاد على الشمال معتادا مر. جئنا بعونك رب الناس نحتفل بصفوة من رجال كلهم أمل. فهيئ لمصر أمانا لا يفارقها وهب جنودك فيها خير ما سألوا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مرحبا بكم سيادة الرئيس في أكاديمية الشرطة، قلعة العطاء والفداء ومصنع الرجال الأشداء. وتحية لكم سيادة الرئيس لحرصكم على تتويج جهود أبنائك ورجالك في يوم الخريجين وهم يتأهبون للمشاركة في حمل الأمانة وأداء الرسالة والمساهمة في حماية الوطن وتحقيق الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. الحفل الكريم، نستهل احتفالنا اليوم بكلمة ترحيب للسيد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مرحبا بكم في هذا اليوم المجيد، تشاركون وتباركون احتفالنا بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الذين يتأهبون للمساهمة في حمل رسالتهم النبيلة، نضيف بهم لبنات قوية
في سرح العمل الأمني ليرتفع البناء شامخاً وراسخاً على مر الأجيال، عازمون على أداء واجبهم بجهود متفانية وتضحيات غالية وعطاء دائم. ويعظم من قدر احتفالنا اليوم تشريف سيادتكم بين رجالك وأبنائك، تواصل مسيرة زافرة وملحمة باهرة من العمل والعطاء، تبني بشعبك حضارة جديدة وتحقق لنا إنجازا بعد إنجاز. الحفل الكريم أنتهز هذه المناسبة لتقدم بتحية تقدير واحتفاء لقائد مسيرة الأمن السيد محمود توفيق وزير الداخلية على كريم رعايته للأكاديمية، حيث كانت أولى توجيهات سيادته تطوير منظومة العمل الأمني والتدريبي والعلمي والبحثي بالأكاديمية بما يتواكب مع التطورات والمستجدات الراهنة والتفاعل مع المتغيرات التي تموج بها الساحة على كافة المستويات. الحضور الكريم، يشهد الوطن ميلاد جيلاً جديداً من الأبناء تربى على أسس وركائز أمنية أرسيت دعائمها من خلال تصميم وتطبيق أكواد تدريبية تتسق مع المواصفات القياسية التي يجب أن يتمتع بها ضابط الشرطة وبما يتناسب مع عظم الرسالة وحجم الأمانة وقدر التضحيات، ويضمن توافر كافة المواصفات المهنية اللازمة للانخراط في منظومة العمل الأمني. واتساقاً مع عزم الرسالة ووحدة الهدف، سعت كلية الشرطة إلى تنظيم برامج تدريبية مشتركة خلال العام الدراسي بين طلبة كلية الشرطة وطلبة الكلية الحربية بهدف توحيد المفاهيم التدريبية بينهما، وكان التدريب المشترك مرآة تعكس مدى الإصرار على التلاحم الصادق الذي نسعى دوماً لتوطيد أواصره، والذي يتجلى اليوم في أبهى صوره من خلال مشاركة طلبة الكلية الحربية احتفال طلبة كلية الشرطة بيوم تخرجهم، فهم رجال الغد وحماة المستقبل وجناح الأمن المصري الغالية. السادة الحضور، إنه يوم تعلو فيه الهامات وتجدد فيه المعنى الحقيقي لتواصل الأجيال، حيث نحتفل بتخريج 1281 من طلبة كلية الشرطة، من بينهم 45 طالباً وافداً من دولة فلسطين الشقيقة بنسبة نجاح بلغت 92.7%، فضلاً عن تخريج 75 ضابطاً ممن حصلوا على الدبلومات الشرطية التي تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، منهم 16 ضابطاً من دولتي العراق وفلسطين بنسبة نجاح بلغت 73.52%. وجدير بالذكر أنه مؤخراً توجت جهود الكلية بالحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، كما قامت كلية التدريب والتنمية خلال العام التدريب الحالي بتدريب عدد 13153 ضابطاً من مختلف الرتب بالوزارة في جميع تخصصات العمل الأمني النظرية والتطبيقية. واطلع مركز بحوث الشرطة بتدريب عدد 558 من الكوادر الأمنية بالدول الأفريقية يمثلون عدد 43 دولة أفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. كما بذلت الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة جهود غير مسبوقة في مجالات تأمين المنشآت الحيوية والسياحية والأثرية والكشف عن المفرقعات وضبط قضايا المخدرات. الحفل الكريم، أتوجه في هذه المناسبة الكريمة بتحية تقدير وعرفان لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها العلمية والبحثية والتدريبية التي قدمت كل العون للأكاديمية، وفي مقدمتها قواتنا المسلحة الباسلة وكافة الكليات العسكرية وقضاء مصر الشامخ ووزارة الخارجية، رمز الدبلوماسية العريقة، وأجهزة وسائل الإعلام المختلفة والجامعات المصرية وكافة أجهزة وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة. وكل الشكر والتقدير للسادة رؤساء الأكاديمية السابقين والقيادات والضباط والأفراد والعاملين المدنيين والخريجين والمجندين بالأكاديمية لجهودهم المخلصة في أداء رسالتهم النبيلة. أبنائي الخريجين، انطلقوا إلى غاياتكم النبيلة، اعملوا كفريق متكامل يجمعه هدف واحد وفكر مشترك، متمسكين بقواعد الالتزام والانضباط، كونوا قدوة ومثالا يحتذى به
مدوا جسور الثقة والتعاون مع الجماهير، حافظوا على كرامتهم، وادعموا رسالة الأمن والاستقرار لندفع عجلة التنمية والبناء قدماً، ولتبقى مصر دوماً مرفوعة الهامة موفورة الكرامة. سيادة الرئيس، وفقكم الله إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وسدد على طريق الحق خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية تذكارية. تتمثل الهدية في مجسم لمبنى وزارة الداخلية يعلوه خريطة جمهورية مصر العربية وما تشهده من مشروعات تنموية، والعملية الشاملة سيناء 2018، وهو يرمز إلى دور رجل الشرطة في حفظ الأمن كوسيلة لتهيئة المناخ الملائم للتنمية المستدامة. ضيوفنا الأجلاء، نفتتح احتفالنا اليوم بالعروض الرياضية تعبيراً عن ابتهاج طلبة كلية الشرطة بيوم تخرج زملائهم. نشاهد من يمين ويسار المنصة كوكبة من طلبة كلية الشرطة قائد الدراجات الهوائية في تشكيل منتظم يوحي بالاستعداد للانطلاق نحو آفاق العمل الشرطي، يؤكدون أن الجميع على قلب رجل واحد، وأن احتفال اليوم هو نتاج جهد شارك فيه جميع طلبة كلية الشرطة، وحرصا على تنامي اللياقة البدنية فقد تم تخصيص دراجة لكل طالب من طلبة كلية الشرطة تظل في حوزته عقب التخرج لاستمرار ممارسة الرياضة أثناء شرف الخدمة. ويعد مجال قيادة الدراجات الهوائية أساسيا في التدريبات الرياضية لطلبة كلية الشرطة. ضيوفنا الكرام، مع عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس، تشق ساحة العرض الآن كوكبة من طلبة كلية الشرطة، ترونهم قادمين نحونا بهامات مرفوعة وثقة موفورة، يستعدون لتقديم نماذج مما دربوا عليه في خوض غمار الاشتباك مع المجرمين والسيطرة عليهم. يرددون شعار شرطة فداء مصر. زيادة التحمل والقدرة على تغيير اتجاهات الجسم. إطالة عضلات الظهر. تدريبات مركبة لتكوين مجموعات عضلية مختلفة. دفع الزميل لتقوية عضلات الساقين. تدرج في مستوى الصعوبة لبناء عضلات الذراعين والصدر. تنمية ثلاث مجموعات عضلية بتدريب واحد.
تمرين رياضي يظهر قدرة 8 طلاب على التدريب الجماعي. زيادة في درجة الصعوبة لتقوية عضلات الكتفين والذراعين والبطن. يؤدي الطلبة طعنات بالساقين لزيادة قوة عضلات القدمين، وهو من تمارين القوة الرئيسية لإعداد طالب كلية الشرطة. يجسد الطلبة الآن صورة حية لفن استخدام رياضة الأيكيدو المستحدثة بالكلية هذا العام. يعد تمرين الطعن بالساقين من أقوى وأفضل تمرينات إعداد الفرد المقاتل، وهو من تمارين القوة الخاصة باللياقة البدنية بكلية الشرطة. استخدام اليد الخالية في مواجهة الخصم. تسديد ضربات مؤثرة باستخدام اليدين. التخلص من ضربة خنجر بالمواجهة. تفادي ضربات متتالية بالسلاح الأبيض. استخدام تكتيكات الأيكيدو في مواجهة الخصم. التخلص من ضربات الخصم عن طريق السيطرة على المفاصل. ضربة خنجر من أسفل والتخلص منها. مفادات ضربة خنجر عن طريق شل حركة الخصم. إصابة الأهداف بالقدم اليمنى. المهارات الخاصة. والآن تعرب قدرات الخريجين عن ريادة مستحقة وأداء فني فريد. ففي منتصف البساط الأخضر يقود الخريج الحاصل على بطولة العالم للناشئين في الكاراتيه عام 2015 مجموعة من الطلاب اختصهم بالتدريب وتنمية مهاراتهم القتالية، بما يتناغم مع جاهزية الشرطة خلال المرحلة الراهنة. نرى من اليمين فنون استخدام العصا، ومن اليسار مهارة استخدام المنشاكو، وفي المنتصف مجموعة من الضربات والصدات وفقرات لكاتات متقدمة، كما نشاهد نماذج للاشتباك الحر والقتال المتلاحم والرميات والدفاعات وطرق اجتياز الموانع الممتدة وتكسير وإصابة الأهداف. نوجه عناية السادة الحضور الكرام إلى وجود محدثات صوت أثناء البيانات القادمة. الحفل الكريم مع عروض رياضة الباركور. نشاهد من يسار المنصة الآن 3 مركبات يعلوها طلبة فريق رياضة الباركور لتقديم صورة حقيقية لكيفية استخدام الطلاب للسقطات والقفزات الهوائية للانتقال عبر المركبات المتحركة والقبض والسيطرة على المطلوبين. اجتياز الموانع. ها هم أشبال اليوم وأسود الغد يستعرضون قدراتهم العالية وشجاعتهم الفائقة في موجات متتالية من القفزات من أعلى السيارات ومن خلال الحلقات. الموجة الأولى. الموجة الثانية. الموجة الثالثة.
قدرة عالية على الخروج من الأزمات المفاجئة والتغلب على الأخطار اللحظية الطارئة. قفزة عكسية وأخرى بالمواجهة في آن واحد. السقطات الهوائية متدرجة ومتصاعدة الصعوبة. اجتياز حواجز خطرة تمثلها طلبة مزودة بالسناكي. القفز من أعلى 20 طالبا رافع السناكي. لياقة بدنية عالية امتزجت بالقوة والشجاعة وتزداد الصعوبة جسامة. القفز من أعلى 24 طالبا. قوة قلب ورباطة جأش تبدو في وقت الشدة والبأس. اجتياز مانع يمثله 26 طالبا. وتتعاظم درجة الخطورة. القفز من أعلى 28 طالبا. أبطال يقهرون كل صعب. هؤلاء هم حماة الشعب. القفز من أعلى 30 طالبا. قدرات بدنية فذة. هؤلاء الرجال عزمهم عزم الأبطال. يقتحمون الأهوال ولا يعرفون محال. اجتياز مانع يمثله 32 طالبا. وتتنامى درجة الصعوبة وتبلغ الخطورة ذروتها ويصل الأمر منتهى. القفز من أعلى 34 طالبا رافع السناكي. عش هكذا في علو أيها العلم، فإننا بك بعد الله نعتصم. الحفل الكريم مع عروض الكفاءة القتالية. نحن أمام لوحة قتالية رائعة يظهر فيها الآن مجموعة من طلاب كلية الشرطة الأجداء يحفظون للوطن الأمن والأمان ويفدونه بالأرواح والدماء لأنهم يحملون له كل الولاء. في حين يبدو في خلفية المشهد مجموعة من الأبطال وهم يهبطون بالحبال، وفي منتصف البساط الأخضر وجوه تنطق بالجدية والعزيمة القوية. أجسام قوية البنيان تتصدى للعدو مهما كان. نشاهد في المنتصف على الشباك المعدنية تسلق الطلاب بمهارة قتالية تترجم بصدق مدى رسوخ عقيدة البطولة والفداء في نفوس طلبة كلية الشرطة. ومن أقصى اليمين وأقصى اليسار هؤلاء الرجال حقا أبطال، فبجذوع الأشجار وأقوى الحبال يبنون أجساما صلبة كالجبال. وفي المنتصف يؤدون أقوى التمرينات لبناء العضلات بإطارات السيارات ومطارق ثقيلة في أياد قوية تعكس مدى القوة البدنية. وفي المنتصف أيضا صورة قوية لاستخدام اليد الخالية في تكسير القوالب الأسمنتية. أياد قوية لا تخشى الأهوال وإرادة مصرية لا تعرف المحال. نرى في خلفية المشهد قمة الشجاعة والإقدام مع طلبة كلية الشرطة أثناء القفز والنزول بالحبال من المرتفعات بهدف الوصول إلى أهدافهم
بكثافة عالية، كما نرى في المواجهة على الشباك يسطر الطلبة بأجسادهم شعار رجال الشرطة على اليمين وفداء لمصر على اليسار. الهدف من استخدام الطلبة للحبال إبراز كفاءة رجال الشرطة في عمليات الحماية المدنية والإغاثة والإخلاء وإنقاذ الجرحى والمصابين واقتحام أوكار الخارجين عن القانون. الحفل الكريم في ترجمة واقعية لتطبيقات برامج التدريب المشترك مع طلبة الكلية الحربية لتوحيد المفاهيم التدريبية بينهما والتي تظهر على الشاشات في المواجهة، ترون أحد السيناريوهات للإغارة على منزل بمنطقة صحراوية لضبط عناصر إرهابية شديدة الخطورة. تحركت مجموعات الحصار والقطع والعزل من قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة بالمدرعات فهد إلى مسرح العمليات. نشاهد من اليمين واليسار وصول مجموعات الاقتحام المدعومة بمدرعات الميدز كاملة التدريع ومدرعات الشربة وسيارات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى سيارات التشويش لإعاقة الإشارات اللاسلكية لمنع انفجار العبوات الناسفة. تقوم مدرعات القوات المسلحة الآن بتمشيط الظهير الصحراوي. تتخذ مركبات القوات الآن أماكنها استعداداً لبدء المداهمة. بدء عملية الاقتحام الآن. يتقدم طلبة كلية الشرطة والكلية الحربية في تشكيلات قتالية باستخدام أحدث الأساليب وأكثرها إتقاناً وبمعاونة الكلاب البوليسية لاقتحام المنزل. تسلق المبنى من اليسار بمساعدة الزميل وباستخدام الروافع الخفيفة. احتلال مجموعات الباركور القتالية لقمة المنزل لعدم منح المطلوبين فرصة للهروب. نزول مجموعات الاقتحام بالحبال بتشكيل الاشتباك لتحقيق عنصر المفاجأة. اقتحام الكلب البوليسي المدرب لنافذة المنزل اليسرى للقبض على أحد الإرهابيين، بينما يقوم الكلب الآخر بالقبض على أحد الفارين من باب المنزل. يهدف الدفع بالكلاب البوليسية إلى تقليل خسائر القوات، كما أنها تحقق عنصر المفاجأة فتصيب المتهمين بالهلع والذعر. سوف نرى هروب بعض من الخارجين عن القانون في إحدى السيارات، حيث تجبر الكلاب البوليسية المدربة سيارة الهاربين على التوقف والقبض على من بداخلها. نشاهد الآن كلب المفرقعات أثناء تمشيط المنزل، حيث يعطي كلب المفرقعات إشارة عن طريق الجلوس بدون حركة أو صوت لاكتشافه عبوة داخل حقيبة في محيط المنزل يشتبه أن تكون مفخخة. نشاهد الآن أحد أعضاء فريق المفرقعات من طلبة الكلية مرتدياً البدلة الواقية من آثار الانفجار والتي تزن 39 كيلوغراماً، وبرفقته ذراع تلسكوبي يتجاوز 3 أمتار، وفقاً لقاعدة أن المسافة هي أفضل صديق لرجل المفرقعات. كما يتواجد الآن بمنطقة العمليات طالب آخر من الفريق لوضع مدفع المياه في مكان مناسب واستخدامه لتأمين العبوة. جدير بالذكر أن طلبة السنة الأولى والثانية يحصلون على الفرقة الأساسية للإطفاء، بينما يحصل طلبة السنة الثالثة والرابعة على فرقة الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة. كما نرى تم استخراج الحقيبة المفخخة باستخدام الذراع التلسكوبي. نشاهد الآن تأمين مدفع المياه
وتوجيهه لمصدر الطاقة بالعبوة الانفجارية بالحقيبة استعدادا لإبطالها من غرفة التحكم. يقوم طالب المفرقعات الآن بإخلاء المنطقة بتحركات فنية مدروسة لتحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية لنفسه. يتم تدريب طلبة الكلية تدريباً متقناً على أداء أعمال الإطفاء والمفرقعات أثناء دراستهم بالكلية، ويحصلون على شهادة معتمدة في هذا المجال. يصدر قائد الفريق 3 تنبيهات صوتية متفق عليها عالمياً Fire in the hole للتحذير النهائي لاحتمال حدوث انفجار. سوف نستمع الآن إلى صوت انفجار يعبر عن تشتيت العبوة وإبطالها. اعتمد هذا الهجوم وهذا التدريب على تكتيك تدريبي تم التدريب عليه أثناء التدريب المشترك مع طلبة الكلية الحربية. يتجه الطالب المكلف بتلك المهمة إلى مكان الحقيبة للتأكد من تشتيت العبوة. يعطي التمام بانتهاء العملية وتأمين العبوة. إن ما قامت به وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية من ضبط لمجموعات هائلة من الأسلحة وإحباط الكثير من الجرائم والقبض على العديد من الجناة لا يؤكد وبحق التدريب الراقي الذي يتلقاه طلبة كلية الشرطة خلال سنوات دراستهم بالكلية. نرى الآن عمليات إخلاء الموقع المؤمنة تحت السيطرة والارتداد المؤمن للقوات. الحفل الكريم، نشاهد أبناءكم في المواجهة يستعرضون مهارات النزول السريع بالحبال. أقول لكم بالصراحة والصدق إنه من حق الشعب المصري أن يفخر بأبنائه الأوفياء في القوات المسلحة والشرطة الذين أثبتوا كفاءتهم القتالية ومستواهم العسكري الراقي استناداً إلى عقيدة وطنية مصرية خالصة، فمضوا في هذه الحرب غير نظامية يحققون النجاحات واحداً تلو الآخر، ويقومون بشكل يومي بمحاصرة الإرهاب وتضييق الخناق عليه، فاستحقوا فخر الشعب المصري وتحيته التي نتوجه بها اليوم من القلب لأبطال القوات المسلحة والشرطة. الحفل الكريم، مع رياضة الشجاعة والإقدام، الصبر والمثابرة، مع عروض الخيالة. رياضة الفروسية، الهدف من تعليم طلبة كلية الشرطة ركوب الخيل والتعامل معها هو غرس مقومات الشجاعة والإقدام والتضحية والثقة بالنفس والعزة والكرامة، وهي صفات لازمة لرجل الشرطة في عصرنا الحالي. وسنشاهد الآن محاولات للقفز على سدود بارتفاعات مختلفة وبطريقة متتالية، محاولة زوجية للفرسان للقفز وعبور 3 سدود متتالية. ترتفع السدود إلى 110 و120 سنتيمترا حيث يتجه الفارسان لعبور السدود. ثم عبور حاجز مزدوج
محاولة زوجية لاجتياز السدود بارتفاع 130 و 135 سنتيمترا. ثم عبور حاجز ثلاثي متدرج. على الرغم من صعوبة التحكم في الجياد عند رؤيتها للنيران، سوف نرى محاولة يسعى الفارسان فيها لاجتياز ثلاثة حواجز تنتهي بسدين مشتعلين. نجحت المحاولة بالرغم من خشية الخيل من مواجهة النيران. رياضة الكلة. تعد رياضة الكلة إحدى الرياضات العربية العريقة وأبرز ألعاب الفروسية التي تميز بها الفرسان العرب منذ أعوام طويلة، وهي رياضة مليئة بالكثير من عناصر الطموح والتحدي، فهي تعبر عن مهارة الفارس وذكائه وقوة تركيزه وتمكنه من جواده. يبدأ العرض بتقدم 16 فارسا بطريقة متتابعة لإصابة الأهداف باستخدام سلاح الرمح. الموجة الأولى، الثانية، الثالثة، الموجة الرابعة. المطلوب من الفارس مجرد ملامسة الهدف. يقبض الطلاب على الأهداف بأيديهم، حيث ينقض الفرسان الأربعة شاهرين سيوفهم لالتقاط الأهداف من يمين ويسار المنصة. وفي تشكيل رباعي يسعى الفرسان لإصابة الأهداف بالسيف من أعلى قوائم مختلفة. ثم التقاط هدف أرضي. يتقدم الفارسان لإصابة أهداف بالسيف من أعلى قوائم متتالية. ثم إصابة هدف أرضي. يمسك الطلاب بحلقات صغيرة حيث يتقدم الفرسان من يسار ويمين المنصة لالتقاط الحلقات من أيدي الطلبة بالرمح. سنشاهد الآن مدى براعة الفرسان وثقتهم العالية بالنفس وشجاعتهم المتمثلة في التقاط أهداف بالسيف من أيدي الطلبة خلف قائد الدراجات النارية المتحركة. ونصل الآن إلى قمة الأداء الحركي للفرسان وجيادهم، حيث تم تصغير لوحة التنشين عن طريق تثبيت الهدفين بين يدي وقدمي الطالب.
سنرى محاولة تحتاج إلى مزيد من التوازن والمهارة أثناء قيادة الجواد، حيث يقوم الفارس بالتقاط هدف عبارة عن منديل من على الأرض بيده الخالية. الحفل الكريم مع العرض العسكري للخريجين الجدد. السادة أولياء أمور الخريجين، 4 أعوام مضت وكأنها ساعة من نهار منذ أن وطأت أقدام أبنائكم أرض هذا الصرح الغالي، ولطالما تطلعتم لمثل هذا اليوم الموعود، وكلكم مرتقب ليوم تخرجهم هذا، وقد حانت الآن لحظة جني الثمار، فلا شك أنكم طوقون لرؤية أبنائكم الذين بشروا بأن أعينهم لن تمسها النار، لأنهم أصبحوا وأمسوا وباتوا يحرصون في سبيل الله. إنهم أبطال يمشون بيننا مستعدين وجاهزين اليوم للانضمام لزملائهم في شتى أنحاء الوطن للذود بأرواحهم عن بلادهم واستكمال مسيرة الشهداء. ضيوفنا الكرام، تزدان ساحة الاستعراض الآن بصفوة شباب الأمة من الخريجين في موكب عظيم وأخاذ لهؤلاء الأبناء الذين تفيض نفوسهم وقلوبهم حبا لمصر وعرفانا وفخرا وإجلالا. بسم الله يا مصر تمضين ويرعاك الإله في كل حين، فالله دوما يرعاك ويسدد أبدا مسعاك، ففي القرآن كرمك أنك بلد الآمنين، فبسم الله والله أكبر. يتقدم الآن قائد طابور العرض للاستئذان في بدء مراسم التخرج. تعبان يا فندم طابور الخريجي. أستأذن ببدء العرض. تفضل يا فندم. طابور الخريجين، يا ساعات المرور بالاستعراض
في هيئة كرة طريق بمسافة 10 خطوات بين المجموعات لنمان دور. ضيوفنا الأجلاء، يتقدم الخريجين الجدد كوكبة من أبنائكم حملة الأعلام، رافعي جبين الوطن بأيد تعرف كيف تحمل المهام الكسام، وقلوب ملؤها الإحساس بقيمة ما يحملون، ويقين بأن العلم رمز لكيان الوطن، وأن كرامة بلده مرهونة ببقاء علمها مرفوعاً على نواصي أبنائها. يظهر في الأفق الآن علم دولة فلسطين الشقيقة التي يتخرج طلابها من الأكاديمية هذا العام، ومن خلفه علم الشرطة العريق كم له من بريق، ويتوسط علمي أكاديمية وكلية الشرطة علم الكلية الحربية. فجيش مصر وشرطتها وجهان لأمن مصر الداخلي والخارجي، وهما حجر الزاوية لأي سعي مخلص لبناء هذا الوطن. ومن خلفهم أعلام كتائب الطلبة بكلية الشرطة. ها هو علم مصر الحبيبة يتقدم ثائر الأعلام، فتخفق معه القلوب وتتابعه العيون مزهوة بالسواعد القوية التي تحمله. طهور خريجي لمن أزر، فلنقف جميعا تحية للعالم. إنها ساعة المشاركة الوطنية الحقيقية لهؤلاء الخريجين بانضمامهم إلى صفوف من سبقوهم من رجال الشرطة. للأمام أزر! يتفضل السادة الحضور بالجلوس الآن. نشاهد يسار المنصة الآن حماة الوطن وسيفه المشهر على رقابه أعدائه، وروحه النابضة في الكيان المصري، طلاب الكلية الحربية يمرون مع إخوانهم خريجي كلية الشرطة ليشاركوهم حفل تخرجهم في مشهد مهيب يعرب عن تناغم وانسجام، فيجدد فينا الأمل بدماء جديدة تضخ في جسد الوطن. إن الشرطة والقوات المسلحة روح واحدة في جسدين، فهما درع مصر وسيفها، وروح مصر وأملها في السمو والعلا. وهكذا يمضي المسير وتتلاحق الأمواج، أمواج بحر من الشباب داخر بالحيوية مليء بالأمل، اختار لنفسه هدفا هو بالغه بإيمانه
وبثقته بنفسه. على بركة الله، ارفعوا راية الأمن، حافظوا على منجزات بلدكم، فأنتم الماسة النفيسة الجديدة التي ستضاف إلى تاج الرقي والحضارة لمصر الأمن والأمان. إنها لإطلالة تنشرح لها الصدور وتقر بها العيون وتطيب لها النفوس أن نرى هذه الورود اليانعة البيضاء وهم يسيرون أمامنا واثقين مطمئنين، تتجاوب فرحتهم باحتفالهم بفرحتنا بهم، فعمت قلوبنا غبطة حتى تكاد تنطلق لتصحبهم في عرضهم العسكري. أيها الحفل الكريم، يمضي بنا الوقت حثيثا، وليته يتريث لننعم بما حققه الأبناء وما يستعرضونه أمامنا من قوة تفل الحديد ومضاء عزم يرتسم على الجباه، ونظرات وقادة يهابها الطامع في النيل من أمن مصر. إننا لفي فرحة غامرة بأبنائنا، فخورين بعرضهم، وحق لأبناء أن يفخروا بانتمائهم لآبائهم وزويهم الذين جاءوا ليسعدوا بهم فسعدوا، وليعيشوا معهم يوما لا ينسى. ها هم أبناءكم يغدون أمامكم في حلالهم العسكرية الرائعة، لهم هامات ترتفع في إباء وشمم، وقلوب تمتلئ بالإيمان، ونفوس تربت على مكارم الأخلاق. وطني ما أعظمك، وطني ما أكرمك، أنت أغلى الأوطان، سماؤك ظل وأمان، وأرضك أمن وسلام. يا شعبنا العظيم، شرف أن أخدمك، نشيد طلبة كلية الشرطة. Thank you.
هي رسل الأمن، وقد صاغت بأجسادها كلمات تعكس وبحق نبل المقصد وطهارة القصد وسمو الغاية والأهداف. شرطة صمام أمان الوطن، فداء يتجدد على مدى الزمن. مصر مهد الحضارة ونبع القيم. جيل جديد قوي الإرادة حامي الديار لشعب أبي لا يعرف الانكسار. ضيوفنا الكرام، تبدأ الآن مراسم تسليم وتسلم القيادة. أول الخريجين يسلم علم كلية الشرطة إلى أقدم طلبتها إذاناً بتسليم قيادة الكلية إليه. أن أحافظ على تقاليدي كلياتي، أن أحافظ على تقاليدي كلياتي، وأن أحترم قواعدها، وأن أحترم قواعدها، وأن أكون وفياً لها، وأن أكون وفياً لها، وأن أمثلها تمثيلاً صادقاً، وأن أمثلها تمثيلاً صادقاً في الداخل والخارج، في الداخل والخارج. شعار كلية الشرطة. علم يواكب أحدث علوم العصر. الخلق. خلق هو زادنا في كل نصر. الواجب. واجب نصون به أمن مصر. تتجه الآن مجموعات القيادة إلى أماكنها الجديدة عقب انتقال قيادة طلبة كلية الشرطة من دفعة الخريجين إلى دفعة الطلبة المنقولين إلى السنة الرابعة إذاناً ببدء قيادة جديدة.
يمين الولاء. صدق السيد وزير الداخلية على منح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار بهيئة الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الخريجون الجدد يؤدون اليمين خلف اللواء دكتور أيمن شريف كبير معلمي كلية الشرطة. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن، وأؤدي واجبي بالذمة والصدق. مع تقليد الأنواط لأوائل الخريجين. تقديراً من السيد الرئيس لجهد ومثابرة من جعل من النجاح والنبوغ مرتجاه وسبيله، ومن التميز والتفرد منهاجه ودليله، فقد تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالموافقة على منح أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية. أولاً كلية الشرطة. الأول ملازم تحت الاختبار عبد الله علي محمود شلش. يا حر ابن حر بعد التحية والسلام شايل لك رسالة، سيادة المواطن ببلغ سيادتك كلامك. الثاني ملازم تحت الاختبار محمد عبد المنعم عبد الحفيظ عبد الواحد. الثالث ملازم تحت الاختبار حازم محمود أحمد محمود. الرابع ملازم تحت الاختبار إسلام سمير فرج محمد أبو زيد. الخامس ملازم تحت الاختبار محمد إبراهيم يوسف إبراهيم عصر. أول الوافدين ملازم تحت الاختبار محمود صلاح إحسان أبو وردة من دولة فلسطين. ثانياً كلية الدراسات العليا مقدم ضياء الدين فتحي عبد الحي دنانة قطاع أمن القاهرة
الأول على الدبلومات بكلية الدراسات العليا. رائد بلال محمد عبد المجيد زايد من دولة فلسطين، أول الضباط الوافدين بكلية الدراسات العليا. ثالثا مركز بحوث الشرطة عقيد بوليكار بن أكروتيمانا، الأول على فرقة مكافحة المخدرات من دولة بوروندي. السادة الحضور الأعزاء، الحفل الكريم مع كلمة السيد محمود توفيق وزير الداخلية. طابور الخريجي الرحيم، وكان فضل الله عليك عظيما. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الحضور، أصدق معاني الترحيب وكل التقدير لتشريفكم احتفال وزارة الداخلية بيوم الخريجين. إنه يوم عظيم ولحظات تدعو للفخر والاعتزاز، تلك التي نشهد فيها تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة الذين اجتهدوا ليؤكدوا أنهم من خيرة شباب هذا الوطن، واليوم ينضموا إلى صفوف زملائهم ليؤكدوا أن مسيرة الأمن المصري ستظل عازمة على تحقيق الآمال والطموحات في غد أكثر أمناً وأقل في معدلات الجريمة. السيدات والسادة، لقد أنجزت الشرطة المصرية خطوات هامة في مواجهة صور النشاط الإجرامي والإرهابي، وهي تدرك بوعي تام حجم التهديدات التي تحيط بالوطن وأهمية تطوير الإمكانيات المادية وتحفيز الطاقات البشرية لمواكبة الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، وترتكز الاستراتيجية الأمنية على محاور أساسية تستهدف جميعها تدعيم مقومات الاستقرار وتحقيق الأمن في شتى المجالات، وذلك من خلال العمل على تطوير مفهوم الردع للعناصر الإجرامية والإرهابية، وتحديث قدرات أجهزة جمع المعلومات، وتكامل منظومة تبادل البيانات مع الجهات المعنية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات التكنولوجية، وتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية، والارتقاء بأداء قطاعات الخدمات الأمنية الجماهيرية، ودعم العلاقة بين المواطن وأجهزة الشرطة، ومواصلة الحملات الأمنية لضبط الأسواق والمساهمة في تسيير حياة المواطنين اليومية. ولتحقيق ذلك تستلهم الوزارة البرامج التنفيذية للقطاعات الأمنية من المحاور الرئيسية التي كلفت بها الحكومة، والتي من بينها بناء الإنسان المصري، وهو هدف سعت الوزارة لترجمته إلى الواقع إدراكاً لأهمية الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وإيماناً بأن الشخصية السوية القادرة على التفاعل الإيجابي مع الأحداث والمستجدات هي الركيزة الجوهرية لتحقيق الأمن الشامل في ربوع الوطن. الجمع الكريم، من هذا المنطلق حرصت الوزارة على الاهتمام بالعنصر البشري اختياراً وإعداداً للارتقاء بمعدلات الأداء من خلال العمل على تنمية المهارات الوظيفية وترسيخ قيم الولاء والتضحية والعطاء واحترام الحقوق وإعلاء الحريات والالتزام بأداء الواجبات مهما تعاظمت التضحيات أو بلغت التحديات. ولعل ما نشاهده اليوم هي رسالة تؤكد قدرات المنظومة الأمنية على تحقيق الأمن ودعم ركائز الاستقرار والتنمية،
وتأمين مكتسبات الشعب المصري العظيم، وتترجم ثوابت وزارة الداخلية أنه لا تهاون مع من يهدد أمن المصريين، وهي أهداف اعتمدت السياسة الأمنية المعاصرة في تحقيقها على مقومات أساسية كان في مقدمتها إعداد رجل أمني عصري زاده الانضباط والعزة واليقظة، ومحركه العزم واليقين والهمة. السادة الحضور، أتوجه بتحية تقدير وامتنان إلى درع الوطن وسيفه، إلى قواتنا المسلحة الباسلة والتي يجسد تلاحمنا معها علاقات التكامل والتنسيق، ويؤكد الترابط الوثيق بين جناحي الأمن في مصر. وبكل التقدير والوفاء، أتوجه لأرواح شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم في سبيل وطنهم، داعين المولى أن يكون جهدنا متصلاً بعطائهم وتضحياتهم الغالية. كما أتقدم بتحية عرفان لأبنائنا مصابي الواجب، راجين المولى لهم السلامة واكتمال الشفاء، وتحية تقدير وإعزاز لكل رجال الشرطة على امتداد مواقع العمل الأمني في كافة أرجاء البلاد، وهم يواصلون الجهد والعطاء ليل نهار، واثقين أن الله جلت حكمته يجزي العاملين أحسن ما كانوا يعملون. ولأبناء الخريجين أقول: تودون اليوم قسما عزيزا غاليا تلتزمون فيه بالوفاء للوطن والولاء لشعبه، حاملين رسالتكم بالذمة والصدق والإخلاص، ماضين لنصرة الحق والعدل، متمسكين بالشجاعة والمصابرة والإقدام في مواجهة التحديات. فاجعلوا من قسمكم عقيدة راسخة ومنهج عمل لحماية أمن الوطن وتدعيم استقراره. ومن هنا يسعدني أن أتقدم بالتهنئة لأسركم الذين طالموا دعموا مسيرتكم وباتوا ينتظرون يوم تخرجكم، ونحن نثق في عزمكم على التفاني والعطاء لاستكمال مسيرة أجيال على درب التضحية والعطاء والفداء. سيد رئيس الجمهورية، تمضي مسيرة العمل الوطني بقيادتكم الحكيمة نحو التقدم والتنمية والرخاء، لتتجدد معها طاقات العمل والعطاء والفداء، وسوف يبقى رجال الشرطة على عهدهم يجددون العزم في كل يوم من أجل الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، والعمل على تأمين طموحات الحاضر وأمال المستقبل. يبذلون الجهد والدم لمواصلة الإسهام الجاد في تحقيق المصالح العليا للبلاد، يسعون دائماً ليكونوا في طليعة المخلصين من أبناء هذا الوطن العزيز. وسيشهد التاريخ لكم سيادة الرئيس بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية، والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، وكيف أعلنتم للدنيا كلها أن مصر شامخة بأبنائها، قوية بمبادئها، غنية بكنوزها وتاريخها العريق. وسيظل الشعب من حول سيادتكم مؤيداً قادراً على حماية ثوابته برغم التحديات، حتى تصبح مصر فوق الجميع وتعلو رايتها خفاقة فوق أحقاد الطامعين. فتحية لكم سيادة الرئيس قائداً لمسيرة بناء الوطن، ونحن في جهاز الشرطة على عهدنا مع سيادتكم نمضي خلف قيادتكم أصدق أداء وأقصر عطاء وأعمق وفاء. حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحفل الكريم يوما بعد يوم يسطر أبطال الشرطة والقوات المسلحة ملاحم بطولة وفداء
في كل ربوع الوطن، يحاربون فيها قوى الشر والإرهاب التي تحاول النيل من أبناء الوطن. هؤلاء الأبطال ستحكي عنهم الأجيال القادمة وتروي سيرتهم بحروف من نور، مع كلمة كريمتي العميد شهيد شرطة مالك مهران والعميد شهيد قوات مسلحة محمد سعد عياد. صباح الخير، أنا طلبت النهاردة الناجي أوصل لحضراتكم كلمة تسمع مصر كلها. أنا أميرة بنت الشهيد عميد قوات مسلحة محمد سعد مصطفى. بابا استشهد في يوم عمري ما هنساه، يوم 28/11/2014 في جسر السويس وهو رايح على وحدته. وأنا مي بنت الشهيد العميد مالك مهران مديرة إدارة مرور بني سويف. بابا استشهد يوم 18/8/2013 وهو بيقوم بواجبه في تأمين مبنى محافظة بني سويف، وساب لي أغلى وسام أعيش بيه طول حياتي إني بنت البطل. وأنا قالولي إني من يوم ما اتولدت بابا كان مستني يوم فرحي زيه زي أي أب، والنهاردة أنا فرحانة وفخورة لإني بنت البطل. وكمان فرحانة، عارفين ليه؟ علشان واقفة قدام حضراتكم وقدام السيد رئيس الجمهورية، وكمان عشان تخرج أحمد أخويا اللي هيكون بإذن الله سند ليا بعد أبويا. واحنا لما عرفنا خبر استشهاد بابا كان اخويا مصطفى وهو ابنه الوحيد بيقرب من تحقيق حلمه، لكن علشان هو عارف ان الهدف الحقيقي من الحلم ده هو خدمة الوطن، ساب كلية الصيدلة واصر انه يكمل مسيرة البطل الشهيد. وبقول لكل الخريجين ان انتوا امل مصر اللي جاي، وما تنسوش ان في ابطال ضحوا بحياتهم عشان كلنا نعيش في امن وامان، وكلنا واثقين بإذن الله إنكم هتكملوا المشوار. ومن هنا أحب أقول للعالم كله مصر قوية ومحروسة، ودم والدي وكل الشهداء مش هيروح هدر أبدا، مش هيروح هدر. وكلكم شايفين طابور الشهداء عندنا ما بينتهيش، واحد شرطة والتاني جيش، ونموت كلنا ومصر تحيا وتعيش. ضيوفنا الأجلاء، لقد هب شعب مصر لينهض ويبني مجده الجديد، فوجد جيشه خلفه يحميه ورجال شرطته أمامه تفديه. فأمامنا الآن يقف الخريج مصطفى مالك مهران في طابور العرض بين زملائه، وهو نجل الشهيد العميد مالك مهران إمام مدير إدارة مرور بني سويف الذي اغتالته الجماعة الإرهابية في 18/8/2013 عندما وقف مدافعا عن ديوان عام محافظة بني سويف ليسقط شهيدا تروي دماءه تراب الوطن الغالي. كما يقف في طابور العرض الآن الخريج أحمد محمد سعد مصطفى عياد نجل الشهيد عميد قوات مسلحة محمد سعد مصطفى عياد قائد مركز تدريب مشترك الأسلحة والذخيرة الذي اغتالته الجماعة الإرهابية في 28/11/2014. وسيلقي الخريجان
كلمتنا الآن فلنستمع إليهما. تمام يا فندم، ولازم تحت الاختبار مصطفى مالك مهران إمام نجل السيد العميد مالك مهران إمام مدير مرور بني سويف. يا مصطفى من فضلك اطلع هنا وقف جنب أختك، وانت يا أحمد فضل فضل تعالى هنا. قائد الطابور لو سمحت، قائد الطابور لو سمحت. فضل يا فندم. نادي سلام سلاح من فضلك. يا فندم. لأسرة الشهداء. طابور الخريجين كفن سلاح، طابور الخريجين سلام سلاح، أرجو إن إحنا يكون لنا فقرة دائما في هذه المناسبات نحيي فيها شهداءنا ومصابينا ونأكد فيها إن إحنا أبدا لن ننساهم. وإذا كانت أميرة بتقول كان بابا كان هيحضر فرحها، إن كان يكفيكي إن إحنا نحضر فرحك هنحضر فرحك. الاختبار مصطفى مالك مهران إمام نجل السيد العميد مالك مهران إمام مدير إدارة مرور بني سويف. أنا ابن شهيد ومشروع شهيد وفخور إن والدي استشهد. أنا أصريت يا فندم إصرار شديد ندخل كلية الشرطة عشان أكمل مسيرة والدي اللي بفتخر بيها وعشان أجيب حق الشهداء. أنا والدي الشهيد علمني إن الفداء والتضحية أهم شيء بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. تمام يا فندم. ولازم تحت الاختبار أحمد محمد سعد عياد نجل العميد شهيد قوات مسلحة محمد سعد عياد قائد مركز تدريب الأسلحة والذخيرة. احنا بنقدم نفسنا يا فندم من ميدان العزة والشرف والكرامة ميدان كلية الشرطة، واللي منه هنجيب حق كل شهيد. وزي ما والدي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل الوطن، بقدم نفسي أنا ودفعتي دفعة 2018 لأجل مصر وشعب مصر. ورسالتنا يا فندم إما أن نعيش على الأرض أعزاء شرفاء أو نموت بشهادة في سبيل الله. واحنا بنعاهد سيادتك يا فندم وكل المصريين على الفداء والتضحية من أجل أمن مصر وسلامة أراضيها وأمن شعبها العظيم. تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! ممكن أسلم عليكم؟ Check it out.
طابور الخريجين كفن سلاح السلام الوطني سلام سلاح تحيا جمهورية مصر العربية What?